الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا يوم الرحيل تراهم في دهشة كل على طاعاته يتدثر يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم بيستغفروا وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيبنا جيلا به أملا عظيما ينظر وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيبنا جيلا به أملا عظيما ينظر سلف عظيم في المحامد ورثوا طه الكريم وبالعبادة أخبروا رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبروا رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا يوم الرحيل تراهم في دهشة كل على طاعاته يتدثر يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم بيستغفروا وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيبنا جيلا به أملا عظيما ينظر وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيبنا جيلا به أملا عظيما ينظر سلف عظيم في المحامد ورثوا طه الكريم وبالعبادة أخبروا رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكرى
ليله قرآن، نهاره قرآن، متجره قرآن، تجارته قرآن، ربحه قرآن، ذكره قرآن، كلامه قرآن، هذه هي حياته. فما ظنكم أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو الصبر والإحسان والصبر والتقى، حناهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ولمشايخنا الأحياء والأموات، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، جزاكم الله عنا كل خير، جزاكم الله عن البقرة وآل عمران، جزاكم الله عن سورة الملك والفرقان، جزاكم الله عن حفظه وضبطه، جزاكم الله عن رسمه، جزاكم الله عن صلاة التراويح والقيام، جزاكم الله عن التهجد بالليل والناس نيام، جزاكم الله عن أبنائنا جعلتم في صدورهم القرآن، جزاكم الله نورتم سماء بلادنا ونورتم بيوتنا وشوارعنا ومناطقنا، هذه هي البركة. فالحمد لله أن الشيخ ترك أبناء أن يحفظون القرآن من صلبه، وترك أبناء أن يحفظون القرآن من خلوته، وهؤلاء سيذكرونه يوم القيامة وسيكون له الأجر العظيم.